اهلا بحضراتكم مره ثانيه، واستلمت جزء كبير ايضا من الرسائل اللي جت على البرنامج دلوقتي، وان شاء الله يعني نقراها ونتابعها بكره مع بعض باذن الله. اسمحوا لي ان انا ارحب ب يعني سياسي مخضرم ونائب برلماني مخضرم، سياده النائب محمد انور السادات رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ومنصب خطير في وقت خطير وفي ظروف خطره، ويعني ايه يعني عاده الناس يعني ما بتاخد لجان بتبقى يعني اللجان دي حاجات كويسه وبتواصلوا مع الوزراء. انت مصر كلها تيجي على دماغك دلوقتي، لان احنا عندنا مشكلات كتيره جدا في هذا الملف، والاداره المصريه متهمه اتهامات متعدده وفي وقت حرج. فيعني انت الله يكون في عونك، فلسفتك ايه بقى في اللي جاي؟ طيب خليني اقول لك يعني انه من نعم ربنا الحمد لله ان انا معايا مجموعه متميزه جدا من النواب فيها تنوع كبير، يعني بعضهم من رجال الشرطه السابقين يعني ورجال الجيش، وبعضهم ايضا اطباء، وبعضهم محامين واستاذ قانون دستوري، وبعضهم بيمثل مزارعين فلاحين، نماذج من المرأة اللي كانوا مهمومين بقضايا المرأة والطفولة والمجتمع بشكل عام. يعني كل ده موجود في اللجنة، تنوع 38 عضو. فده أنا شايف إنها مجموعة الحمد لله يعني فيها تجانس، مجموعة إذا أحسننا إن شاء الله اليومين الجايين لما نعد خطة العمل يعني والأولويات بتاعة اللجنة، بتصور إن احنا هنقدر نوزع الأدوار من خلال ملفات يتولاها كل مجموعة في اهتماماتها، ما يخص الشكاوى، شكاوى الناس يعني، ما يخص الرقابة والتفتيش يعني أماكن الاحتجاز، السجون، كل هذه الأمور، ما يخص المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ما يخص أيضا السياسات الحكومية والمعايير لاحترام الحقوق. ولما أقول الحقوق ناس كتير بتبقى فاهمة لجنة حقوق الإنسان دي معنية فقط بالحقوق السياسية والحريات، لا، كل الحقوق، حق في الصحة، حق في التعليم، حق في الحياة. والله احنا شوية المصايب السوداء اللي عرضناها من شوية ومشاكل الناس، انا طبعا قبل ما ادخل استمعت ينفع كده يعني؟ لا طبعا، اوضاع محتاجة يعني تعامل سريع وعاجل، واحنا بنشوف بعض من مظاهر الشكاوى دي والمظالم على ابواب المجلس. لما بنروح المجلس في ناس كتيره بتيجي نفس الكلام. طب خليني بقى اقول لك، لانه يعني هبتدي معاك من الاحداث. احنا النهارده في التظاهرات اللي كانت المفترض امبارح، نعم، في كلام حوالين عشرات ربما مئات من الشباب اللي قالوا ان هم تم القبض، القاء القبض عليهم وما خرجوش. كرئيس لجنة حقوق الإنسان هتعمل إيه في القضية دي؟ شوف أنا خليني أنا من البداية الحقيقة كان ليا رأي، والكلام ده كان من أيام أسبوع يعني، وقلت إنه مع إن التظاهر حق وده طبقا للدستور وطبقا للقانون، وإحنا عندنا قانون تظاهر موجود مطلوب إصلاح بعض المواد بتاعته، إنما في قانون موجود، إنما أنا كان رأيي إنه الدعوة للتظاهر في هذا التوقيت غير مناسبة، سواء تظاهر مع او ضد اي نوع من أي نوع الحركات في الشارع، استنزاف للطاقات، وايضا ممكن يدخلنا في مواجهات لا قدر الله ما بين الشرطه وبعض من المتظاهرين، تعمل إحنا مشاكل في غنى. احنا النهارده عندنا مشاكل ملحه قويه، مشاكل في الاقتصاد، في اوضاع البلد اللي احنا فيها لا تحتمل ابدا. وانا بقول انه في من المشاكل السياسيه الكثيره جدا اللي موجوده واختلافات حلها مش في ان انا اصدرها للامن، ما ينفعش دي، لازم تحل من خلال حوارات، من خلال عمل سياسي، مش عمل سياسي وعمل سياسي لا تتحمله مؤسسة الرئاسة. هنا المفروض يبقى في دور للنقابات، لها دور، الاحزاب لها دور، منظمات المجتمع المدني لها دور، ما هو ما فيش حد هيشيل لوحده. فلا نحمل الرئيس، ولكن الكل لازم يبقى فاهم ان احنا مش عايزين نوصل الى ان احنا نشمت حد فينا او نفرج حد علينا او ندخل في مواجهات زي ما شفنا كده، ونبتدي بقى نقعد تاني نرجع زي زمان. احنا كان بقالنا زمن بس طويل. احنا امام واقع انه في واقع شباب مقبوض عليها. النهارده انا تواصلت مع وزارة الداخلية وتحدثنا في ان لابد من الافراج على كل الشباب اللي لم يثبت تورطه. انت عارف ان كان بيبقى في نوع من الاشتباه نتيجه ان كان في حتى مع بعض ما حدث امام نقابه الصحفيين ومنع بعض الصحفيين، وكان الرد انه كان في معلومات لدى وزاره الداخليه، ويمكن ده معلومات على انه كان هناك دعوات لتحريض وتخريب. ف
الداخلية عملت ضربات استباقية ده الكلام اللي اتقال يعني عشان تتفادى انه يبقى في اي حاجة للمنشآت العامة او ما الى ذلك. ده مفهوم مقدر لكن ده لازم يتم في اطار من القانون، ما ينفعش ان احنا نحتجز ناس. ده رأينا هذا الموضوع. تواصلت النهاردة وانا كنت موجود النهاردة في المجلس ده بصفة شخصية، اللجنة هتجتمع في الايام اللي جاية ولابد انه الامور دي تاخد شكل رسمي. يعني انا نتيجة ان في كثير من الناس كانوا بيتحدثوا معايا على بعض حالات من اللي تم القبض عليهم من الشباب يعني. انا عايز اقول لازم يبقى مفهوم ان الرأي العام اليوم طب اتقال انه هيفرج عنهم ولا نعم انه بيتراجع حالاتهم وان كمان في توجيه من الرئيس بان الحالات دي كلها لابد يتم مراجعة فورية، اللي مفيش عليه حاجة ولم يثبت عليه حاجة لابد ان هو طيب يخرج يعني. سيادة النائب انت رأيك ايه؟ رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المصري تقييمه ايه لأداء الشرطة خلال الفترة الماضية تحت قيادة اللواء مجدي عبد الغفار؟ لا انا بشوف ان الشرطة محتاجة مراجعات كثيرة جدا، يعني الاداء الامني وده الرئيس نفسه طلع ووجه بان لابد من اعادة الانضباط، لابد ان يبقى في مراعاة لحقوق الناس، يعني في حالات القبض لما بيحصل او تفتيش في اكمنة في اماكن الاحتجاز المعاملة، لا محتاجين مراجعة ومحتاجين، وانا بقول مراجعة ودي مسؤولية الشرطة من داخلها، محدش بيقول اعادة هيكلة بالمعنى لا يعني مش نهد مش ده الهدف انما الهدف ان احنا عايزين الشرطة تبقى في خدمة الشعب بجد. عايزين ان زي ما بنقول الشرطة نساعدها انها تستعيد ثقتها في نفسها، كمان لازم تستعيد ثقة الشعب فيها. فدي مسألة محتاجة مش بس تشريعات واحنا منتظرين ان المفروض هيتم تقديم مشروع قانون يعني عشان يبقى فيه نوع من العقاب، نوع من الحساب اللي هو كان طلبه الرئيس وتحول على ده يعني اوريدي تم اعداده وارسل لكن لسه ما اتعرضش، هنشوفه وربما يبقى لنا اضافات فيه. احنا عايزين يبقى فيه ضبط للاداء الامني، والموضوع مش بس امناء شرطة عشان لا نحمل الامناء لوحدهم، لا امناء وضباط بيحصل تجاوزات. احنا مقدرين ان ضابط الشرطة عليه مسؤولية زي الامين يعني حفظ الامن لكن لابد ان هذا الكلام يتم مع الحفاظ على كرامة طيب المواطن ايا كان. طيب انا عايز اوريك فيديو منتشر جدا على السوشيال ميديا النهاردة لبوكس واقف وفي واحد معدي وبعدين فجأة الولد ده مسكوه فجأة من غير ما يعمل اي حاجة. اوريك بس الفيديو ده، انا معرفش كمان انا بلوم الداخلية لو الفيديو ده فيه اي تفاصيل او كان فيه خلفيات كلهم بيشوفوه على السوشيال ميديا ما بيعلقوش، دي غلطتهم بصراحة في الداخلية. هنشوف هذا الفيديو ونشوف ماذا سيقول عنه رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. لا عيدهولي تاني عشان بس الناس تاخد بالها من المشهد، عيدهولي تاني وانا هعلق عليه بعد اذنك. تمام هنا بص اهو، بص في واحد الضابط هيعدي اهو من هنا وهيظهر من اقصى شمال اهو الابو ازرق ده ماشي 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 عادي جدا مفيش اي حاجه مفيش اي حاجه اهو هوب راح العسكري او امين الشرطه مادد ايده جايبه ماشي على البوكس. ايه ده بقى؟ ده واحد ماشي في الشارع ما كانش ليه علاقه بالكمين ولا ليه علاقه بالبوكس، طب ازاي طلعوه البوكس؟ هنا دي من الحاجات، هل ده ليه خلفيات؟ بالظبط هل في خلفيات لده؟ هل هم عارفينه من قبل كده؟ طب لو عارفينه قبل كده وعامل حاجه معدي من جنب البوكس ليه ده معدي؟ صحيح وحصل كده؟ لا طبعا يعني ده غير مقبول، اذا كان مجرد واحد ماشي غير مقبول، مثل هذه التصرفات غير مقبوله، لكن ده عشوائي ده عشوائي طبعا لا لا العشوائيه دي غير مطلوبه. زي ما قلت هو ده اللي عامل حاله الاحتقان اللي بنسمعها وبنشوفها وكثيرين بيكتبوا عليها. انما
ربما ده كان متتبعينه رصدينه في شيء ما ده ماشي الله اعلم. لا يعني ربما في خلفيات عايزين حد من الداخليه يا جماعه يعني يقول لنا يطلع يقولوا ما تسيبوش الناس في حيره. في جميع الاحوال طبعا مثل هذه المشاهد او يعني كل الاحداث دي طبعا كلام غير مقبول. النهارده اصبح يعني الناس بقت حساسه جدا للطريقه اللي بيتم التعامل بيها وده بنشوفها. يعني ده احنا بنسمع على ان احيانا في بعض الاكمنه لما بيستوقفوا ناس ناس موبايلاتها بتتسرق، فلوسها بتتسرق، في حاجات كتير. سهاد كان واحد كفيف وكاتب بوست خطير على الفيسبوك انه هو كان بيرجع بيته وماشي بالعصايه، وقفوه ناس قالوا ان هم من الشرطه فتشوه ورموا العصايه على الارض وقالوا له انزل هاتها، وكاتب يعني بوست كبير على هو موجود معانا على الهواء على السوشيال ميديا. وبعدين رجع مره تانية قال انه رئيس مباحث سوهاج بعد جابوا وبداوا يفتشوا في الكاميرات يشوفوا هم مين، دول كانوا ضباط ولا ايه. يعني دي ناس الحقيقه لو صح ان دول شرطه. هنا دي صورته هو مع رئيس مباحث سوهاج بعد كده. الراجل حقاني يعني، الراجل ما انكر شيء ولا عمل بها قضيه سياسيه، لكن هو قال الموضوع وبعدين رئيس مباحث سوهاج بعت له، والنتيجه ان هو اتصور معاه هو في المكتب وحط صورته وشكر وكل حاجه. بس عايزين نعرف مين عمل كده، في اجرام بيحصل. الممارسات دي غير مقبوله، وللاسف هي دي اللي خلق حاله الاحتقان وهي دي اللي عامله حاله الغضب اللي احنا فيها. انا بقول انه الظروف الان لا تسمح، تشايف ظروف المعيشه والاسعار والغلاء وعدم وجود فرص عمل، كل دي امور مخليه كثيرين يعني على اخرهم. فما احناش عايزين استفزاز للناس اكتر من كده يعني. وانا بقول انت هتحلها ازاي كرئيس لجنه؟ هنتعامل احنا يعني زي ما قلت لك، دي ملفات هيبقى عندنا بعض من الساده اعضاء اللجنه نواب اللي كل منهم هيتولى مجموعه من الملفات. احنا الموضوع اصله كبير عندنا، القماشه واسعه قوي بتاعه اللجنه يعني. فهنتعامل معها اذا كان هناك شكاوى يعني نتلقاها وبنبتدي نكتب للجهه اللي مسؤوله عنها، ويبقى في متابعه مننا من اللجنه ومن النواب اذا كان في دور متعلق بتفتيش برقابه سواء في اماكن احتجاز في اقسام في سجون، كل ده هننظمه. احنا عاملين خطه عمل كامله. كل ما هو متعلق بالمعاهدات اللي مصر موقعة عليها ملتزمة بيها، المراجعة اللي بتتم علينا في جنيف في الأمم المتحدة، كل ده التزامات علينا في مصر. لازم لابد ما يتعلق بقضايا المرأة، العنف، التحرش الجنسي، الأطفال الشوارع، كل دي من المهام اللي اللجنة معنية بيها. هنقسم نفسنا 38 عضو، فهيبقى فيه يعني مساحة إلى أن كل واحد يبقى ليه دور. لا، عندنا ناس متحمسة جدا جدا، وزي ما قلت كفاءات متنوعة هتغطي يعني، لأنه عندنا كل حاجة يعني في أعضاء اللجنة. هتقدروا تتصدوا لكل لازم لأنه طيب. ده حق الناس علينا يعني. طيب معايا أحمد من القاهرة، أهلا بيك يا أحمد، اتفضل. اتفضل اتفضل يا أحمد. أنت هتكلم سيادة النائب؟ انا اسمي نادر ابراهيم احمد. ايوه اهلا وسهلا، اتفضل. حضرتك كنت جايب صوره البوكس بتاع البوليس بيقبض على واحد ماشي. دي صوره. اكيد في كلام بيتقال اثناء ما الشخص ده ماشي بيشتمه راح بس على طول، لكن مش ممكن واحد يكون ماشي كده صوره بس واروح بس. اكيد وهو ماشي شتمه فراح بس، شتمه فراح بس. معلش ما نحكمش على الصوره فقط لا غير. تمام، وجهه نظر. الصوره والكلام اللي بيتقال وجهه نظر. بس المشهد من غير صوره مش مريب شويه؟ معلش المشهد بيقول كده. تمام، لكن الحقيقه هتلاقيه بيشتموا. ندور على الحقيقه فين وحد يرد؟ لا، صح، تدور على الحقيقه فين تبقى تبيع الصوره والصوت. ما هو مفيش صوت، مفيش صوت. لا لا، وهو حتى يعني هل انت ما تقولش بقى ان هو ماشي تحت؟ لا ماشي، انت زعلان طبعا وماشي. حاضر. ماشي، انت زعلان طبعا وماشي. حاضر. معلش حضرتك بتبيع حاجه وبتعلق عليها بالصوره فقط لا غير. انا رايي ان حتى يعني بشكرك يا ناجي، شكرا جزيلا ليك. بس انا رايي حتى لو انه في مواطن وعدى وقال كلمه ولا اي حاجه، هل على طول على البوكس كده واتضرب على قفاه؟ ما هو برضه ما ينفعش يعني. الحاجات دي لازم يعني احنا الكلام ده يا جماعه بنقوله
على ارضيه اصلاح هذا البلد بكل تفاصيله، وما نسيبش حاجه علينا. ما الحاجات دي بتقعد وبتتشاير وبتروح وبتيجي، احنا لما نزعها ويطلع حد من الداخليه يرد ويقول ده حصل 1 2 3 4 والشاب ده فين، تقفل الباب مش ان انت تفتح الباب على مصراعي. مين احمد تاني؟ ناجي، اهلا بيك يا استاذ ناجي. الو، ما هو ده كان ناجي. اتفضل، اهلا وسهلا. شكرا. اتفضل. انا نفس اللي بكلمك ان صورته هو هو. انت هو هو. طب ماشي، بشكرك، انا اسف، شكرا جزيلا. انتوا محولين التليفونات على بعض، غلطانين في التحويلات شباب. طيب يعني برضو في مواطنين، خد بالك، ودي بقت ظاهره، هم مش عايزين حاجه تتقال على الشرطه دلوقتي. في ناس من قلقها خايفين ده يستغل. طيب عندهم حق. ما احنا خلينا نتكلم بصراحه. ما هو ما حدش يقدر ينكر ان الشرطه على مدى السنوات الماضيه قدمت ضحايا وشهداء. صحيح. ومصابين، واحنا شفنا ده بارقام كبيره. ما حدش بيقدر ينكر على الدور اللي الشرطه بتقوم بيه زي القوات المسلحه والجيش. ما فيش انكار، ولا لابد ان احنا نقدر اللي بيتقدم منهم من تضحيات، لكن في نفس الوقت احنا بنقول ما احناش عايزين مع كل التضحيات ومع يبقى دايما انطباع الناس ان الشرطه عفياجيه، ان الشرطه دول ناس بتتعامل مع الناس بقسوه، او احنا مش عايزين ده. ما هو الشرطه يعني زي الجيش، اخواتنا واولادنا، احنا مش عايزين ده. احنا يعني ومش عايزين برضو نبقى دايما يعني فكره انه يعني مصر ممكن تبقى مستهدفة، بس انا شايف ان الاستهداف ده من ولادها نتيجة انه يعني حالات الغضب اللي موجودة الان يعني، وده كان نموذج للتظاهرات اللي هي امبارح واول امبارح والاسبوع اللي قبليه. انا شايف انها غيرة. ما هو حب الاوطان ده طبيعي ان ممكن تلاقي ناس تبقى متحمسة وناس قد كده، ده وجهة نظرها. الاسلوب اللي انا اشوفه يعني انه لابد ان يبقى فيه اقناع، لابد يبقى فيه شرح، لابد ان يبقى فيه توضيح. المساله ما تمشيش. انا شايف ان الحكومه في معالجتها لموضوع الجزيرتين لا، ما كانتش معالجه يعني صح. المعالجه مش صح والجزيرتين مصريتين، ولا المعالجه مش صح والجزيرتين سعوديتين؟ لا، حتى لو هم سعوديتين حتى، بس احنا عشنا حياتنا كلنا. وما قدم للجزيرتين دول من حماية ورعاية وتضحيات خلال حروب من 56 ل 67 ل 73، طبيعي ما ينفعش أقوم من النوم الصبح تقول ما يبقاش موجودين. أبوك ده مش أبوك. ما ينفعش كده فجأة يعني، لا، كان لابد أن يحصل نوع من التمهيد وتحضير بالتوثيق. عشان كده بقول اللي ما عملتوش الحكومة لازم البرلمان يعمله. الموضوع ده لازم ياخد حقه روية بهدوء، ويبقى في مشاركة وحضور من كل الغاضبين أو من كل المشككين، يجوا يقعدوا يقدموا اللي معاهم ويسمعوا. صح. لازم نجيب بتوع الجغرافيا، جمعية الجغرافيا، ودي جمعية حاجة طبعا يعني قديمة جدا. طبعا. التاريخ، القانون الدولي، قانون البحار، كل دول يجوا وآدي أسندكم وآدي واسمعوا، والكلام ده يذاع مباشرة على التلفزيون على الهواء عشان الشعب من حقه يطمئن. لان زي ما بقول لك حب الاوطان مساله مش سهله. الاوطان هي اللي باقيه طبعا، الكل زائل، اما صح. الاوطان باقيه. عشان كده المعالجات في مثل هذه الامور تتطلب حكمه وتتطلب يعني نوع من العقل والمنطق عشان الشعب يتقبل يعني. صحيح. ده وجهه نظري. طيب ست نائب، واحده من المشكلات الرئيسيه اللي موجوده في مصر دلوقتي هي قضيه احاله بعض النشطاء لحقوق الانسان الى التحقيق في الاتهام بالتمويل الاجنبي. صحيح. انت عامل حوار بتقول التمويل الاجنبي مع اليوم السابع، بتقول التمويل الاجنبي مش سبه في ذاته. لا خالص. بعد الفاصل اللي جاي هسالك، لانك دفعت كتير في نعم. هذه القضيه. بعض الناس قالت انك دفعت عشان انت عندك منظمه حقوقيه. صح. وايضا تتعامل مع الخارج. لا مش حقوقيه، دي منظمه مجتمع مدني. مجتمع مدني تتعامل مع الخارج. هنعرف بعد الفاصل موقف حضرتك في هذه القضيه. هستنى حضرتك. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الرسائل جايه لحضرتك ست النائب. يا ست النائب، كيف يتم التواصل معك بطريقه تحقق خصوصيه من يتواصل معك؟ وفي رقم التليفون عشان هديك القائمه دي. السلام عليكم. واضح ان الراجل مخالف في شيء، بيقول على الفيديو، بدليل انه ما كانش فيه مقاومه منه او اي رد فعل. الراجل عارف انه هيتمسك، يعني ده تعليقا على الفيديو. لكن تحتها على طول
في حاجه ضدها. والله العظيم الشرطه بتقبض على الشباب من الشوارع، وكان هناك ثأرا بين كل منهم، والصوره المعروضه من قناتكم الموقره ما هي الا مثال حي يتكرر في الشارع. رساله تانية يا استاذ خالد، الشرطه بتعمل كده كل يوم وفي جميع محافظات مصر. لازم رجال الشرطه يخافوا على صورتهم اكتر من اي حاجه تانية. سياده النائب، كنت اعمل في العراق من 83 الى 1990، عدت في يوم 16 من شهر 10 عام 90 اثناء حرب الخليج، الى الان لم احصل على حقي. وهستاذنك معلش انت تاخد بس احنا هو بشكل عام يعني اللي عنده اي شكوى او اي مظلمه يتواصل راسا للجنه حقوق الانسان في مجلس النواب. ليها ارقام؟ في ارقام، الارقام حاليا مش حافظها، لكن اذا ارسل رساله على مجلس النواب لجنه حقوق الانسان هتصلنا وهنتواصل معاه. تمام، واحنا هنساعدك برضه، ما تقلقش، ونفضل متابعين معاك. طيب بنتكلم على مساله التمويل الاجنبي. صحيح. انت كان ليك موقف، وموقف كان شديد، ورفضت الاتهامات الموجهه. بعض الناس قالوا اصل هو عنده جمعيه بتتمول. صحيح. طيب خليني اقول لك برضه عشان تبقى عارف، انا برأس جمعيه اللي هي جمعيه السادات للتنميه منذ 14 عام، 14 سنه. تمام. كان بيرأسها الاول شقيقي الله يرحمه طلعت، وانا توليتها بعدي. دي جمعيه تنميه بمعنى ان احنا مهمومين، ودي على جمعيه مركزيه بتغطي مصر كلها، مهمومين بتحسين احوال بعض المستشفيات، يعني وحدات غسيل كلوي، بنعمل حاجات كده، مستشفيات، مدارس، مراكز شباب، بنشارك في بعض من مواسير الري والصرف، وكمان بالاضافه لده بنخلق فرص عمل للمراه العايله للشباب، بنعمل تثقيف مدني وسياسي للشباب، الدستور. طيب. بتاخدوا تمويل؟ نعم. بس برضو الناس مش قادره تفهم انه التمويل بالقانون ما فيش فيه مخالفه، مسموح بيه. وزيرة التضامن بتؤكد على هذا، وزيرة التعاون الدولي تؤكد على هذا، الرئيس في استراتيجية التنمية 2030، المجتمع المدني، الجمعيات لها نصيب كبير فيه، وكل ده بيبقى تمويل لمشروعات. طب امال ايه اللي عليه الاعتراض؟ لا، القضية دي ما انا هقول لحضرتك يعني التمويل ده بيبقى مش بيمولني انا لشخصي، ده بيمول مشروعات، أنشطة لخدمة المجتمع، ودي مسألة في البيئة وفي الصحة، وعندنا نماذج من الجمعيات الكثيرة. بالإضافة لده أنا عضو مجلس إدارة منتخب في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، يعني المظلة اللي تحتيها أكتر من 44 ألف جمعية، فطبيعي أن أنا بنتفض لما يبقى فيه أي إجراء ضد جمعيات مادام بتعمل في إطار القانون وتحت إشراف الدولة. يبقى احنا نشجعهم. طب نساعدهم. امال القضيه دي متحوله ليه؟ ببساطه ليه؟ لان هذه الجمعيات بتسد فراغ الحكومه غايبه عنه في القرى وفي المحافظات. الحكومه، لا بتكلم على جمعيات حقوق الانسان، الازمه بتاعت حقوق الانسان. نعم. الجمعيات دي لانه كلامك فسر انك بتدافع عن ناس. لا انا متهمين اتهامات خطيره. لا انا عايز اقول انه هناك مبالغات، يعني ودي مساله مهمه جدا، وهناك كما يعني تابعنا من القضايا اللي هي اللي موجودة مبالغات فيما يخص ولات حدثت لبعض من الجمعيات، ودي ما فيش فيها مشكلة مادام في إطار القانون وتحت إشراف الدولة. الكلام على ان هناك تمويلات حدثت لشركات مدنية مفيش اشراف للدولة عليها. مش جمعية تحت الخط، عامل شركة وبياخد عليها فلوس. لكن هذه الشركات ايضا بعضها شركات محاماة بتقوم باعمال ابحاث، دراسات او امور حقوقية، وفي شركات تانية بتتولى دراسات لحاجات، يعني كل حالة بتختلف، لكن بشكل عام المبدأ هو اللي بيعمل تحت نظر الدولة وبموافقتها وتحت إشرافها ده لازم نشجعه ونساعده. أما اللي بيعمل في خارج إطار القانون حاسبه، مفيش مشكلة في ده. إنما للأسف إحنا بقى عندنا يعني الفترة اللي فاتت دي ثقافة التشكيك اللي كلم عنها الرئيس نفسه بيعاني هذه المعاناة. لا بقينا نسمع بعض ولا بنصدق بعض،
يعني مش معقول ان مصر ما فيش فيها شرفاء، مش معقول ان مصر ما فيش فيها وطنيين. يا جماعه مش قوي كده يعني، يعني اللي بيغلط يتحاسب على قد خطأه. صحيح. انما ان احنا نعمم دايما ونشكك دايما، للاسف دي بقت زياده قوي. صحيح. في 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 مجتمعنا. طيب. الايام دي معايا سناء من القاهره. اهلا سناء، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. انا ابني معتقل في سجن العقرب، وبعد ما اختطف اكثر من 67 يوم متعذب، وراح العزوبي وراح هنا وهنا وبلا اي شيء. هو طالب في كليه الهندسه، وكان راح يقابل زميله ويجيب ملازم وكده منه، واختطف وبعد 67 يوم، وبعد كده اترمى في سجن العقرب بلا تهمه بلا اي شيء. اضافوه قبل ما يظهر. ابنك اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه عمرو محمد مرسي. ما يعني ده هو منتمي لاي تيار او جماعه او حاجه؟ لا لا لا، يمكن انت ما تعرفيش. هو كل اللي فيه ان هو كان ليه نشاط في كليه الهندسه، نشاط خيري، ومع الاسر السوريه، مع الناس المحتاجين، مع قوافل الايتام. رساله اللي هي يعني جمعيه رساله، وعمل رساله هندسه ورساله حاسبات. يعني هو ليه نشاط خيري جامد قوي يعني. فهو اتصنف على انه اخوان مثلا؟ لا 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 خالص، لان هو ده. امال متصنف ايه؟ متصنف ايه؟ متصنف ايه حاجه؟ لا مش متصنف اي حاجه، لان هو اصلا لما خطفوه ملوش حاجه عليه، ولا حرز ولا تحقيق. يعني هو مش داخل في اي قضيه، مش داخل في اي قضيه. حاطينه في قرار الاحاله بتاع انصار بيت المقدس بلا اي شيء، لغايه دلوقتي ما عملوش اي حاجه، ولا حرز ولا تحقيق. يعني حاطينه في انصار بيت المقدس من غير اي دليل، من غير اي دليل في رايك؟ ايوه، ده دي الحقيقه في الورق نفسه كده. طيب. مفيش اي حاجه عليه، ولا حتى الاحراز مفيش، حتى تحقيق يعني امام نيابه. حتى لما فتحت القضيه بعد سنه مرمي في السجن وضيعوا عمره في السجن، القاضي ساله قال له ما فيش حاجه عليك، تقول ايه؟ قال له انا بريء من فورمه انضمام لجماعه محفوظه اللي هي الانصار، وان انا ما اتحققش معايا واتعذبت، وما فيش اي حاجه، ما اتعرضش حتى على النيابه. بشكرك حاجة سناء، انا كتبت لك برضو الاسم اهو عشان تبقى. بس برضو حاله زي دي تتابعها، يعني هو واضح ان هو متهم اتهام يعني شديد الخطوره دي. لابد هي كأم يعني ممكن لابد ان احنا يعني نسال فيها جهاز الامن الوطني، نعرف بالظبط مذكره التحريات اللي تم. انا كتبت لك الاسم عليه فيها ايه، وهي برضو السيدة المتحدثة يعني تستطيع أن تخاطبنا، برضو تبعت لنا بالظبط الحالة مكتوبة فيها بيانات واضحة. احنا أسهل يا باشا، بيكلموك على الهواء على طول. لا أنا قصدي عشان يعني إيه يبقى كلام طبعًا رسمي نقدر نشتغل عليه يعني. طيب في الحالة زي دي تسأل الأمن الوطني؟ طبعا أسأل. طيب. أشوف مذكرة التحريات اللي تم بناء عليها القبض عليه دي، إيه صحة حكاية بيت المقدس؟ ده بتقول لك راح يجيب مذكرات. ماشي، ما احنا الحالات كتير كده، لكن يعني في النهاية لازم نبقى فاهمين إيه مدى صحة الكلام ده، الظروف، الملابسات اللي اتقبض عليه فيها. يعني في حالات كتير كده كانت بتجيلنا يعني وعارفين يعني. ستنا مصر فيها اختفاء قسري زي الاتهامات اللي بتوجه للبلد؟ في بس هي حالات قسري. اختفاء ولا اختفاء قسري؟ لا هو اصله احنا الاختفاء ده يعني زي ما المجلس القومي لحقوق الانسان من خلال الحالات اللي تعرض اليها، والداخليه ردت على بعض حالات، في حالات بعضهم محتجز على ذمه قضايا، البعض او اهاليهم يعني بيعتبروه ان ده اختطاف او اختفاء قسري، وفي البعض ممكن يكون راح سينا وشارك في عمليات هناك، وفي البعض ممكن يكون هاجر هجره غير شرعيه، انضم لاي حاجه. في يعني في حالات كده موجوده. الداخليه وكما يعني انا كنت تابعت هذا، المجلس القومي لحقوق الانسان قام بدور في هذا وبحث هذه الموضوعات الحالات دي مع وزاره الداخليه، وردت عليه الداخليه في موقف كل حالة كانت مسجلة عندها. قالت ان في ناس مش مختفيين، ده دول محتجزين على ذمة قضايا او على ذمة طب انت كرئيس لجنة حقوق الانسان تقبل بكلمة محتجزين على ذمة قضايا بدون اختار اهلهم؟ مش المفترض لا طبعا لفترة معينة يكون في محامي او كده؟ عشان طبعًا حتى طبعا يعني هم بيستسهلوا بعد كده بياخدوا بيلبسوا تهمة اكبر في الداخلية. انا في حالات يعني على مدى الشهرين اللي فاتوا ومن قبل ما اللجنة تبدأ كان بيتم التواصل معنا، بعض اهالي ولادهم مثلا نازلين من المحافظات، طلبة في الجامعات،
وتم القبض عليهم ومش عارفين هم فين. كل الحالات دي هنحصرها، لازم هنقعد مع الداخلية وأيا كان جهاز الأمن الوطني ونشوف موقف هؤلاء ايه، لان لازم يترد على هؤلاء. يعني احنا في نية ان احنا كنا هندعو بعض من الحالات الصارخة يعني اللي ولادهم، لان ده بيتكرر كثيرا يعني، لابد ان الامور دي يعني تتصحح لمصلحة الداخلية ولمصلحة كمان يعني البلد كلها، انه النقط تتحط على الحروف. مش هينفع ان احنا نعيد ذكريات أليمة البلد دي عاشتها على مدى سنوات طويلة، لازم الأمور دي تتصحح، عشان أنا بشوف إن إحنا كلنا بندفع الثمن. صحيح. وده مسألة يعني أنا الداخلية من حقها إنها تشوف شغلها، بس ما تجيش على الناس. لا على بالزبط. حرياتهم ولا على حقوقهم ولا حرمة. وبعدين بندفع ثمن كبير بعد طبعا كده. طبعا يعني هم بقولك بيخفوا، يعني مثلا واحد اتقبض ما تسجلش، بس هو على ذمة قضية، راحت أمه وسألت ما قالوا لها مش موجود. بالزبط. لبسنا في مصطلح جنائي دولي. وهو ده يعني احنا نرجع بنقول احنا ليه الناس بره بتكتب فينا تقارير وبتعمل، ما هو للاسف من اللي بيحصل جوه وما بيتعالجش. يعني انا رايي ان احنا مش عيب ان احنا لو عندنا اخطاء نقولها. مش عيب، ما امريكا وفرنسا وفي بلجيك ما هم بيعملوا اكتر من كده، بس عندهم ميزه انهم عندهم القدره انهم يطلعوا بكل صراحه ويقولوا حصل كذا ويقولوا. يعني الداخليه، انا هدي لك مثل الداخليه، لما امين الشرطه اللي في الرحاب تعدى وقتل بقى، طلعت قالت الداخليه طلعت قالت مفيش واحد اتكلم. صح. لما طلعت وقالت ايوه عمل كذا واخطا وبنحاسبه، مفيش حد اتكلم، ما تشوفش تعليق واحد. فانا عايز اقول انه احنا محتاجين ان احنا نبقى صرحاء ونواجه وزي ما بنقول الشعب هيتقبل هذا، انما ان الناس كده تختفي ولا حد عارف يمين راح فين ولا ازاي. غلط. هو ده الغلط. طيب. يعني محمد من اسيوط، اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا وسهلا محمد، مرحب بكم بضيفكم الكريم. الله يعزك. دلوقتي انا عندي اعاقه، ولا ليا دخل ولا وظيفه، ومش عارف انا اعمل ايه. بس انت منين من اسيوط؟ قول لي اسمك بالكامل ايه. الو، تليفونات يا شباب. ماشي. هبقى نايم، بس يعني هحاول نسمع محمد مره تانية. بس بعد الفاصل هسال حضرتك عن لقاء خطير جدا اثار جدل مهم، انه في مجموعه من الناس قبلوا الرئيس الفرنسي، حضرتك كنت واحد منهم. صحيح. طلع مجموعه منهم الحقيقه يعني كتبوا كلام وقالوا. صحيح. ان هم قالوا للرئيس الفرنسي كلام اقل ما يقال عنه، انه بيطلبوا منه التدخل في مباشر في شؤون مصر، ومنع المعونات ومنع الجيش ومنع التجاره ومنع كل حاجه. طبعا. ايه ده؟ بس هسالك عن شهادتك عن ذلك، لانك كنت حاضر هذا اللقاء، وهم للاسف بيتبجحوا ولا زالوا. يعني الواحد يعني انا شخصيا سياسيا واعلاميا ومنطقيا ووطنيا بدينهم ادانه كامله. صحيح. ومع ذلك بكحين بصراحه. بس بعد الفاصل. حاضر. اهلا بحضراتكم مره تانية، وكان السؤال قبل الفاصل عن اللقاء مع الرئيس الفرنسي، وانا يعني اسمح لي اقول ان كان في بجاحه يعني موجوده في هذا اللقاء، بجاحه من الناس بيظنوا ان استدعاء قوه اجنبيه يعني ان ده عمل وطني، يعني بلا خيبه يعني. انا اسف. انا فاهم. قول لي. طيب. شهادتك. خليني اقول لك عشان برضو نبقى الواحد بيقول شهاده لله. يعني انا تلقيت دعوه لمقابلة الرئيس الفرنسي، الرئيس اللي احنا كلنا كنا محتفلين بيه يعني. صحيح. شعب وحكومة واستقبلناه في البرلمان، ولما بتتلقى دعوة بتروح انت ما تعرفش مين اللي موجود. يعني كان موجود 5 أشخاص، وكان الرئيس الفرنسي ومعاه وزيرة الثقافة ومعاه رئيس معهد العالم العربي اللي في باريس، مجموعة يعني، والسفير طبعا. وكان موجود بعض من الشخصيات غير جميلة اسماعيل وخالد علي. كان موجود الدكتورة هالة السعيد، ودي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. كان موجود زياد بهاء الدين، كان موجود الأستاذ عبد الله السناوي. والحديث عشان يبقى واضح للناس، لأن أنا يعني بدأت أسمع حاجات أنا نفسي بقيت مندهش يعني.
انه يعني الدكتورة هالة السعيد اتكلمت في الجامعات والتبادل العلمي والثقافي واثنت على هذا، الدكتور زياد اتكلم في الاقتصاد واهميته والسياحة، زي برضو اخونا عبد الله السناوي اتكلم في ما هو متعلق بالثقافة وبالتحول الديمقراطي. نفس الشيء انا اتكلمت في الازهر وضرورة، لان انا عارف ان فرنسا فيها ارهاب وكان في تعاون ما بين فرنسا والرئيس الفرنسي دعا شيخ الازهر عشان يعملوا هناك مراكز اسلاميه. تمام. فكلمت في ده وكلمت في اقتصاد وكلمت في السياسه. ايه اللي حصل من التانيين بقى؟ التانيين تحدثوا ايضا، لكن عشان برضو لا نحمل، تحدثوا هم اللي قالوا شهادتهم دي، مش كلام حد. لا انا اللي انا سمعته، لا لا هم يعني كتبوها على فيسبوك. انا فاهم، بس انا بقول لك اللي انا سمعته انه بعض منهم كان بيتكلم على ان التقارب الاقتصادي والتعاون العسكري مش عايزينه يبقى على حساب المبادئ والحقوق والحريات، كلام بيتقال مع الفرنساوي وممكن يتقال مع اي شخصيه اخرى زائره يعني، كلام بس هو ده لغتهم وهو ده يعني بصرف النظر عن الرئيس. يعني انت ما بتنتقدش ده؟ لا انا يعني ما هو الناس من حقها انها تعبر عن ارائها. يعني لما انا اطلب من رئيس فرنسا انه ما يبقى التعاون العسكري مع مصر مربوط ب لا هم ما تاخدش بملفات يعني، لا ما بطلبش ضغط، ده هم اللي كتبوا مش احنا اللي بنقول. لا انا فاهم، معلش سيبك، ما هو انت ما قريتش البوستات بتاعتك. لا انا ما قريتش انا ما قريتش، لا انا بقول لك دي روايه يعني دي روايه اساسيه. ما هو ممكن يكونوا هم بيخاطبوا شريحه معينه يعني بيخاطبوها بيقولوا ان هم قالوا حاجه ما قالوهاش جوه، لكن لازم يعني مش بالضروره ان ده اللي اتقال، لان كان في ناس اخرى يعني حاضرين يمكن ان تسالوهم يعني. انما انا عايز اقولك لازم يبقى مفهوم ان غير مقبول من اي مصري، مش بقى اقولك واحد برلماني ولا سياسي، ان ممكن حد يتكلم في يعني هدم الدولة او في الهجوم على الجيش او الكلام ده، كلام غير مقبول مفيش حد فينا هيقبله. احنا بنختلف لكن في اطار من اللياقة وفي اطار من الادب، لكن عمرك ما هتيجي على بلدك او هتيجي على جيشك، يعني ما تمشيش، ما ينفعش. على الاقل انا بتكلم عن نفسي والاخرين اللي انا سمعتهم، انما بصرف النظر الناس بتطلع تقول احنا عملنا وجبنا، ده كلام يعني يعني تقصد ان هم بيخدعوا ايضا قراءهم ممكن يبقى في مبالغات يعني هم كتبوا لكن كتبوا يعني كلام ما قالوهوش جوه عشان يعني يغذوا جمهورهم فاحنا برضو انا بس اللي كمان بيكذبوا يعني ولا اللي يهمني انا انه الناس تبقى فاهمه ان احنا ما يجبش ان احنا يعني لازم نبقى منفتحين، ما نخافش، احنا ما دام عارفين مصلحه بلدنا فين، مصلحه وطننا فين، احنا نستفيد من اللقاءات اللي زي دي. يعني لقاءات مع الفرنسي ومع الالماني ومع الانجليزي دي ما تخوفناش، ده دي المفروض ان احنا نستفيد منها، تبقى اضافه لما يتكلموا مع ناس عاقله فاهمه وبتحاول انها توضح البلد وظروفها اللي هي فيها. يعني احنا انا واحد من الناس قلت للرئيس الفرنسي واللي قاعدين شاهدين، قلت له ان احنا عندنا مؤسسات ومؤسسات محتاجين دعمكم، محتاجين ان احنا نقويها، محتاجين يبقى في تعاون زي القضاء زي الداخليه زي الاعلام اتكلمت ده اللي كنا بنقوله. يعني الهدف في النهايه ان احنا نقوي مؤسساتنا. بس انا زي ما بقول لك تاني ارجع انه للاسف اللي شائع اللي انا شايفه يعني في مجتمعنا ان مفيش حد يعني متحمل حد او مفيش حد بيصدق في حد، ودي عمليه غايه في الخطوره، لانه هو ده اللي بيعمل الانقسام في رايي انا، وبيخلق فتن صحيح دون داعي. يعني وبيخلق فتن اكبر استدعاء الاجنبي يا فندم. يعني طبعا دي حته ما هو مش عايزه كلام يعني الاجنبي بيتعاون مع بلدك فانت بتقول له لا اربط الاتفاقيات العسكريه والاقتصاديه بالحقوق الانسان غير مقبول. طيب حنان من بني سويف، اهلا حنان اتفضلي. الو. وعليكم السلام، اهلا وسهلا اتفضلي. هو انا زوجي من احداث 27/7/2013 تمام شفت قدامي على شاشة الجزية مصاب وفقد الوعي تمام خارج لحد النهارده، عرفنا ان هو دخل سجن الاول مستشفى سجن طرف، من مستشفى سجن طرف سجن العدوي العسكري لحد النهارده قعد احداث 27/7 دي بتاعت ايه؟ يعني بتاعت انهي حاجه؟ بتاعت كان فيها ايه؟ 27/7 مش عارف كان فيها احداث، كان فيها احداث احداث المنصه تمام احداث النصب التذكاري والمنصه تمام خالد مسجون من وقتها ومعتقل، والدوله مش عايزه تعترف بوجوده خالص، قلنا بكل المسارات القانونيه اللي ممكن تتعمل وكل
البلاغات وكل الشكاوى ومفيش اي رد. قولي لي اسمه بالكامل، اسمه بالكامل. خالد محمد حافظ محمد عز الدين. ماشي حنان، شكرا جزيلا. سياده النائب هيبقى معاه الاسم. شكرا جزيلا. ام عبد الحميد من المنيا، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. من كفر الشيخ اسف. اتفضلي اتفضلي يا ام عبد الحميد. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا والدة عبد الحميد محمد محمد عبد السلام. عبد الحميد مفقود من يوم 13، من يوم 14/8/2013. تمام. واحنا يعني عملنا البلاغات ودورنا عليه في كل مكان وفي كل المستشفيات والمشارف، وعملنا التحليل الدي ان ايه على الجثث اللي كانت مجهوله، ورحنا في كل مكان. هو كان فين يعني، اختفى فين يا رابعه مثلا؟ اختفى ايه، رابعه ولا ايه؟ نعم اختفى في رابعه ولا ايه؟ ايوه في رابعه. هو كان على، هو كان يعني ايه، كان في ايامها حقل تجوال وكده، وهو كان يعني ايه جنب الميدان وما نعرفش هو راح فين بعدين، بس هو كان مكلمنا يوميا حوالي الساعه 5 مساء. وطمنك عليه يعني ولا كان ايه؟ هو مطمنا عليه وسجل هنا الموبايل بتاعه وقفل. وسالتي فين يا حاجه؟ نعم سالتي فين؟ سالتي في الاقسام والمديريات ولا سالتي فين؟ سالنا ما سيبناه، رحنا سالنا، عملنا بلاغات في وزاره الداخليه وزاره الدفاع، رحنا بلاغات للنائب العام، جالنا معلومه ان هو في السجن العزولي. ان هو موجود هناك في السجن العزولي، بس طبعا ما هوش موجود في السجلات، ما خاصه بيهم خالص، مش موجود يعني. ولغايه دلوقتي سنتين وتسع شهور وانا ما اعرفش ابني فين، ولا سمعت صوته ولا اعرف مكانه فين لغايه دلوقتي. ماشي يا حاجه ام عبد الحميد، شكرا جزيلا. ادي برضو الاسم. انا بقول لك انت هتبقى عندك، هو في طبعا عندك حالات كثيره جدا كتيرة. بس خليني اقول لك ان احنا برضو من ضمن الاولويات، وده يعني هتعمل ايه في المختفين مثلا في رابعه زي اللي بيتقال عليهم دول؟ احنا يعني في مشكله كبيره. هو في يعني، وطبقا للدستور يعني، لابد انه يقر قانون العداله الانتقاليه في دور الانعقاد الاول، يعني في خلال الثلاث اشهر اللي جايين. قانون العداله الانتقاليه ده بيتكلم على كل الضحايا وكل الناس اللي حصل لها ضرر عموما على مدى سنوات، يعني مش بس السنتين ثلاثه اللي فاتوا. وده بتحكمه يعني قواعد لها. ده هيفيد الناس اللي بيشتغلوا اولادها دول ازاي؟ هيفيد، لانه يعني هو لو لقى جثمان يعني لا قدر الله هيرتاح، لقاه في سجن هيرتاح يعني؟ لا انا ما اعتقدش، انا ما اعتقدش يعني انه هنلاقي حالات زي دي بتوع رابعه والمنصه، لا اعتقد ان احنا هنلاقيهم في سجون يعني. انا اعتقد ان دول ممكن يكون، لان كان في جثث كثيره جدا كانت غير معلومه الهويه يعني، ومحدش لم يتعرف عليها وتم دفنها يعني. انما خلينا يعني هنشوف. لكن انا عايز اقول يعني ان قانون العداله الانتقاليه ده قانون هيحل كتير من المشاكل، وهو يعني هيوضح حاجات كتيره يعني. وفي نفس الوقت هيبقى فيه كمان تعويضات، ودي مسألة مهمة جدا يعني للناس اللي ممكن الضرر. يكونوا طبعا لان المسألة لازم يتشاف لها حل. في حالات كتيرة كده ما بين مفقودين، ويتكرر هذا الان في سيناء كمان يعني. سيناء فيها نفس المشكلة. الان يحدث هذا برضو، دي مسألة مهمة جدا، لان في النهاية يعني وضع صعب طبعا. وضع صعب. فهي بس لازم يتحسم يعني بالعدالة الانتقالية يعني. عايزين نحن مع استقرار الدولة وبنائها وتقدمها، لكن في طبعاً نفس الوقت طبعاً مع حل هذه المشكلة عشان الناس ترتاح والجروح تندمل. يعني بس انا زي ما بقول يعني لازم شوية احنا يبقى في قدر شوية زي ما بقول من التسامح. الناس شوية اصبحت يعني محدش مستحمل حد. لو طلع القانون بقى، لما يطلع القانون ده قانون مهم. جدا جدا. الدستور نص عليه انه لازم يصدر في دور الانعقاد الاول، يعني معناها في الثلاث اشهر اللي جايين ده، مع قانون بناء الكنائس. يعني دي من الحاجات اللي لها اولويه يعني. في قوانين كده لها صفه مفوضيه عدم التمييز، لان برضو عندنا حالات كثيره جدا يعني يرتكب فيها يعني حالات زي تهجير بعض الاسر بالذات المسيحيه يعني. في بعض حالات انا جاي لي كان من في اسيوط فيها حاجه تغيير الديانات، لسه حالا اسيوط ناس بتشتكي بال يعني تغيير الديانات بالقوه يعني، عمليه قصريه لبعض من البنات بالذات. كل دي امور محتاجه الجلسات الصلح العرفيه اللي بتحدث. افهم العرف
وجلسات الصلح دي في سيناء في خلافات على أرض على ماشية على، إنما جلسات الصلح اللي بتبقى جاية نتيجة يعني أحداث طائفية أو ما إلى ذلك طبعا دي لازم تتحل. يعني في أمور لازم تطبق القانون ولازم يبقى في محاسبة عشان تبقى الأمور يعني يبقى في رادع ويبقى أي واحد عارف أنه هيتحاسب. يعني مشكلتنا في بلدنا دي أنه دائما الناس تشعر أنه ما فيش حد بيتحاسب. املنا فيك بقى ان شاء الله. املنا فيك ان شاء الله. شكرا جزيلا الله. رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب النائب المخضرم محمد انور السادات، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا النهارده. اشوفكم بكره ان شاء الله، تصبحوا على خير.